كابتن حمد فتحي، انا بقول لك الحمد لله على السلامه. كنا مفتقدينك الفتره اللي فاتت، جمهور النادي الاهلي كان مفتقدك بشكل كبير جدا، الكل كان منتظر امتى حمدي فتحي هنشوفه في الملعب، والحقيقه يمكن شفنا من اول يوم واضح ان حمدي جاهز بشكل كبير. بحب اقول لك الحمد لله على السلامه حمدي، مبروك البطوله، بطوله مهمه جدا. حابب تقول للعيبه الرجاله وحابب تقول لجمهور النادي الاهلي؟ والله بس الحمد لله طبعا على الرجوع تاني للملعب، بس يعني انا عايز ابارك الاول في الحمد لله بطوله غاليه علينا وغايبه بقالها فتره، فبارك لجمهور النادي الاهلي كله والاداره واللعيبه والجهاز كلنا. بصراحه الفتره اللي فاتت تعبنا وكنا مركزين جدا ان احنا ناخد البطوله ديت، وفي كاس مصر برده مركزين ان شاء الله ان احنا ناخد الخماسيه السنه دي، وان شاء الله الفتره الجايه تكون فتره خير علينا وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى الاداره وعلى علينا كلنا يعني، وعلى اهالينا كمان، وكلنا مبسوطين يعني ان احنا اللي احنا بنحققه ده في وقت قليل، وكلنا في وقت قليل موجودين في النادي الاهلي، وان شاء الله نكون اضافه كلنا للنادي الاهلي، وكلنا بنخدم النادي في الاول وفي الاخر يعني. جمهور النادي الاهلي الحقيقه كنا بنتمنى يبقى اكتر من كده في الملعب رغم قله العدد يا حمدي، لكن ادوا روح وسندوا ودعموا بشكل كبير. احساسك وانت جمهور النادي الاهلي بينادي على حمدي فتحي في المباراه؟ والله بص على طول هم في ظهرنا يعني، احنا بنبقى مبسوطين جدا، حتى في كاس العالم كنا مبسوطين جدا ان هم موجودين، ودايما بنبقى بص يعني عايزينهم معانا في الماتشات على طول، وهم بصراحه يعني هم بيساندونا بشكل كبير وبيقفوا جنبنا، وان شاء الله نقدر نفرحهم الفتره اللي جايه، وان شاء الله خير يعني باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك. اكيد بنشكر كل لعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني، الكابتن محمود الخطيب، الكل قادر والكل ساند. والحقيقه يمكن زي ما احنا عارفين الفتره اللي فاتت كانت صعوبات بشكل كبير جدا، تلاحم كبير على لعيبه النادي الاهلي، لكن هم دول لعيبه النادي الاهلي، النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، شخصيه النادي الاهلي تحسم اي دول. يا رب ان شاء الله باذن يستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات والقادم افضل ان شاء الله. يا كابتن ايمن مستمرين معاك لحظه بلحظه بنقل الكواليس واخبار وفرحه كل جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عقب الحصول على بطوله السوبر.